بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل. بيقولك رقم واحد، بيقولك processing the signal through creating a physical phenomena. طالما انت هنا انت بتعمل ال physical phenomena نفسها، تمام، فانت كده انت بتعمل synthesizing. يبقى synthesizing انت بت create ال physical phenomena، ماشي. اما ال analyzing انت بتعمل تحليل عليها، تمام، او بتحاول ان انت تطلع معلومات معينة منها. ولكن هنا انت لا، انت اللي بتعمل فيزيكال فينومينا، وانت اللي بتحط الانفورميشن، يعني انت اللي بتضيف المعلومات دهيت على الايه، على الفيزيكال فينومينا من خلال السيجنال، تمام. يبقى دي طبعا سينسايزنج، وزي ما احنا كنا قلنا مثال عليه قبل كده اللي هو تكست تو سبيتش مثلا او كلام من ده. طيب اللينير رايزنج، رايزنج سيجنال، طبعا دي زي ما احنا كنا قلنا قبل كده اللي هي اليونت رامب سيجنال، اللي هي اللي بتزيد بشكل لينير. الاكس الفا تي ريبريزنت تايم، تايم طبعا اللي انت بتعمل هنا تايم سكيلينج، يبقى انت هنا بتعمل تايم سكيلينج زي ما احنا كنا اتفقنا قبل كده برضو. لو قيمه الالفا دهيت كانت اكبر من الواحد، يبقى معنى كده اللي انت بتعمل كومبريشن. لو اصغر من الواحد بحيث اللي هي كسر مثلا او كده، فانت بتعمل ايه، انت بتعمل دايليشن، تمام. طيب بيقول لك ان سيجنالز او اوبريشنز، لو الالفا از بوزيتيف، ده احنا لسه قلنا حالا اهو، لو الالفا طبعا اصغر من الواحد، يبقى معنى كده ان هو ده هي ريبريزنت الايه، الدايليشن. فانت كده انت بتعمل دايليشن للسيجنال، بحيث ان انت السيجنال اللي عندك كانها بتعمل لها ستريتشنج شويه، كانها مثلا بقت كده مثلا، تمام. يبقى انت اتعمل لها ستريتشنج شويه من خلال اللي انت ضربتها مثلا في كسر. طيب بيقول لك رقم خمسة، the basic unit steps has non zero value at A. طبعا ال basic unit step signal فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي قيمتها واحد من اول الصفر، يعني من اول ال t بتساوي صفر، تمام، قيمتها بتبقى واحد، دي ال unit step. يبقى طبعا t اكبر من او تساوي صفر. A system is said to be linear لو هو بي satisfy طبعا ال superposition rule. يبقى لو هو بيحقق ال superposition rule، اللي هي ايه ال superposition rule؟ اللي هي كانت بتتكون من two property اللي هي ال additivity وال ايه ال scaling. طيب given a continuous time system y of t بيساوي t of x of t، يبقى السيستم ده هو طبعا السيستم ده هو زي ما احنا كنا برضو حليناه من شوية، السيستم ده هو linear والسيستم ده هو time variant، تمام. وبالتالي هو ده هو غلط وده هو غلط، ليه؟ علشان ده ايه، ده لينير. طيب بيقول لك عشان طبعا هو هنا ضرب في التي، وبالتالي هو كده هيعتمد على الايه، هيعتمد على التي، وبالتالي هو كده تايم فاريانت، يبقى ده هو غلط، ومعنى كده ان ده برضه هيبقى ايه، هيبقى غلط، ماشي. بيقول لك رقم 8، given a continuous time system this system is ايه. خلينا نشوف السيستم ده بالفعل لينير، عشان هنا مفيش تربيع ولا تكعيب ولا لوج ولا اي ولا اي حاجة، وبرده مفيش كونستانت، يبقى هو لينير عادي. وزي ما احنا اتفقنا مفيش تي مثلا ضربت في الانبوت او التي ما اتعملهاش سكيلينج، وبالتالي هي تايم انفاريانت، يبقى هو لينير وتايم انفاريانت، يبقى هو طبعا لينير تايم انفاريانت سيستم، يبقى طبعا all are correct، ماشي. طيب بيقول لك الاوتبوت اوف ال تي اي سيستم وذ فولوينج بير اوف سيجنالز، يبقى جاب لك برده الاكس في الان، اتش في الان البدايات تقريبا. السؤال ده بيتكرر كل سنة يعني، خلينا كده نحلها برضو بشكل سريع كده مع بعض. هي دي طبعا برضو هتتحل بطريقة الماتريكس. خلينا نحلها كده بشكل سريع، يلا. وخلي بالك هو هنا سأل كمان في مكان الايه، مكان الاورجن، تمام. يعني هو هنا برضو سأل في مكان الاورجن ولا لا؟ لا يعني مش قوي، بس هو هنا حط سهم برضو تحت المكان الايه، اورجن، وبالتالي لازم طبعا نعمل الاتنين. المهم عموما انت اعمل الاتنين وخلاص، عشان لو اتسألنا يعني. طيب خليني كده اجيب ال، نعمل نيو ويندو، تمام، ونجيب دي هنا كده، تمام. خلينا نبدأ، تمام، أو بطيء شوية، تمام. يعني كنا بنقول ايه، خلينا ننقل بس كده المسألة الأول. بيقول لك الايه، ال y of sorry ال x of ال n بكام؟ ال x of ال n بيساوي واحد واتنين وسالب اتنين، يبقى واحد واتنين وسالب اتنين. بيقول لك الاورجن فين؟ الاورجن عند الاتنين. طيب امال ال h في ال n ايه؟ h في ال n عبارة عن اتنين وصفر وواحد، تمام، والاورجن عند الواحد. طيب تعالى بقى نرجع. طيب يبقى طبعا هنعمل ايه، زي ما احنا اتفقنا بنعمل ماتريكس بتاعتنا كده بالشكل ده، تمام. هنا ال h في ال n، هنا ال x في ال n، تمام كده. أول رو هنحط فيها قيم ال h في ال n اللي هي 2 و0 و1، خلينا كده نفصل ما بينهم الكلام هنا، وهنا 1 و2 سالب 2، ماشي. نبدأ 1 في 2
اتنين، واحد في صفر، صفر، واحد في واحد، واحد، اتنين في اتنين، بأربعة، اتنين في صفر، بصفر، اتنين في واحد، باتنين، سالب اتنين في اتنين، سالب أربعة، سالب اتنين في صفر، بصفر، سالب اتنين في واحد، بسالب اتنين، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي كوننا الماتريكس. تيجي يلا نجمع، نجمع اللي هي القيم بتاعت الدايجونال، يبقى دهوت. خلي بالك اوعى تجمع السيجنال الأصلية، لأ، أنت بتجمع القيم اللي أنت طلعتها، ماشي، اللي هي الجزء ده يعني. يبقى قيم الدايجونال هنا، قيم الدايجونال، قيم الدايجونال، قيم الدايجونال، قيم الدايجونال. يبقى أول واحد اتنين، تاني واحد صفر زائد أربعة بأربعة، واحد زائد صفر زائد سالب أربعة يبقى سالب تلاتة، اتنين زائد صفر باتنين، سالب اتنين زي ما هي، تمام. يبقى هو ده الإيه، هو ده الناتج. طيب هو كان قال لي إن عند إكس في الإن دي اتنين، يبقى اعمل كده خط، شد خط عند الاتش في الان الاوريجن عند الواحد، يبقى شد هنا خط، اتقطعوا فين؟ اتقطعوا هنا، تمام، اللي هي بتعبر عن دي يعني، يبقى طبعا الاوريجن هنا، ماشي. طيب يبقى خلينا بقى كده نشوف الاختيارات. طبعا الاختيار الصح هو ده، تمام، اللي هو بي. رقم 10 بيقول لك transforming continuous signal in time domain to discrete in frequency domain. طبعا انت زي ما احنا اتفقنا اللي احنا بنعملها عن طريق الايه، الفورير سيريز. بيقول لك input signal x في t، دي برضو نفس المثال اللي كان موجود في المحاضرة على ال low pass وال band pass وال high pass. ال LTI system دوت هي produce ال 2 cosine 4 t لو ده طبعا high pass filter. يبقى لما كان high pass filter هو انتج بالفعل 2 cosine 4 t. عايز تجيبها بطريقة سهلة، لو هو low pass فهو هيعدي ال frequency ده، تمام، لو هو band pass هيعدي ال frequency ده، يبقى القيمة هتبقى دي، لو هو high pass يبقى هو هيعدي ال frequency ده، يبقى هيبقى 2 cosine 4 t. يعني ده طريقة ايه، طريقة برضو من طرق الفهلوة كده يعني. فده هاي باس، ده باند باس، ده ايه، لو باس. يبقى خلي بالك في امتحان السنه اللي فاتت، هو كان اللي هو الامتحان اللي احنا حليناه من شويه، لما كان سالك على الواي اوف تي كانت بواحد، فاحنا ساعتها اخترنا اللو باس. دلوقتي هو بيقول لك 2 كوزاين 4 تي، يبقى ده الهاي باس. لو قال لك 2 كوزاين 2 تي، فده هي تبقى الايه، الباند باس، ماشي. طيب وطبعا احنا كنا حلينا اصلا المساله ده هي في الايه، في المحاضره يعني. رقم 12 بيقول لك ال property is very useful because it can enable solve Fourier transform. يعني هو بيقول لك من الخواص بتاعة Fourier transform اللي ممكن تسهل لك الإثباتات قوي، واللي أنت أحيانا في بعض ال computation أو بعض السيجنال صعب اللي أنت تجيبها أو تشوف الإيه، ال Fourier transform بتاعها، وبالتالي أنت ممكن تستخدم خاصية اسمها الدواليتي. الدواليتي هتسهل عليك، أو دي كانت موجودة كنوت كده موجودة في المحاضرة يعني. طيب regarding discrete time Fourier transform properties the magnitude squared spectrum، يبقى ال magnitude تربيع، ماشي، of the signal energy spectrum is produced by ايه. طبعا هنا هو بيتكلم على البارزفال ايه identity، اللي هو ان ال energy بتفضل زي ما هي. تعالى كده نرجع عليها بشكل سريع. properties اهي، شوف كده اهي، البارسيفال ايدنتيتي تبقى زي ما احنا اتفقنا، هو هنا اللي هو الماجنتيود تربيع، او اللي هو السبيكتروم تربيع، سكويرد سبيكتروم يعني، اللي بقى ده هو احنا بنتكلم على اي خاصيه، طبعا بارسيفال ايدنتيتي. وهي اصلا الخاصيه ده معناها ايه؟ معناها ان هو بيقول لك ان الطاقه او ان الانرجي اللي بتكون موجوده في السيجنال بتفضل زي ما هي، ما بتتغيرش، ماشي. فهي كانت كده في التايم سيجنال، في التايم دومين يعني، وهي كده في الديسكريت تايم فورير ترانسفور، ماشي. طيب يبقى دي طبعا بارسيفال ايدنتيتي، دي طبعا كلها مش علينا. لا ويت، دي علينا. يبقى السؤال دوت بيقول لك اللي هو لما انت تيجي بتختار مجموعة من الفريكوانسي سامبلز، يبقى انت كده كأنك بتختار مجموعة من السامبلز زي ما احنا ما كنا عملنا مثلا، اللي هو قلنا ان ال n بتساوي 4 او غيره، فدي طبعا كانت الديسكريت فورير ترانسفورم. زي ما احنا كنا قلنا برضو ان discrete Fourier transform هي حالة خاصة من discrete time Fourier transform، بحيث ان احنا كنا اخترنا مجموعة من infinite samples من الايه، من discrete time، تمام. يبقى دي بالفعل علينا، معلش انا غلطت في الجزء ده يعني. طيب دي ثانية نتأكد، لا دي فعلا مش علينا، ولا دي فعلا علينا، ماشي. طيب ودي مش علينا برضو. رقم 18 بيقول لك description of physical phenomena evolution. طبعا هي دي السيجنال اللي هي بتوصف ظاهرة طبيعية.
بيقول لك السيجنال that doesn't have any proper relation، يبقى دي طبعا الراندوم سيجنال او النون ديترمينستيك سيجنال. ممكن كمان يجيب لك اسم تالت ليها اللي هو الاستوكاستيك سيجنال، يبقى كلهم ايه، كلهم نفس الحاجه اللي هي بتعبر عن سيجنال ملهاش ريليشن، ملهاش ماثيماتيكال ايكويشن، وبالتالي دايما بيبقى فيه انسرتينتي، يعني دايما ما بكونش متاكد قوي من القيم. ماشي. طيب رقم 20 بيقول لك the basic signal has zero everywhere except at دي بيساوي صفر. طبعا دي اليونت امبولس سيجنال. بيقول لك نفترض ان سي اكبر من الصفر، والفولوينج سيجنال اللي هي اكس اوف تي، سي دهوت اللي هو ثابت، يعني اي اس الفا تي. حد فاكر دي كانت اي سيجنال، اي نماذج من السيجنال اللي احنا كنا اخدناها؟ حد فاكر الاكسبوننشال سيجنال؟ احنا كنا قلنا ان لو قيمه الالفا كانت اكبر من الصفر فهي هتزيد بشكل اكسبوننشال بالشكل ده كده. طب لو هي اصغر من الصفر وبالتالي هي هتقل بشكل ايه، بشكل اكسبوننشال. هتقل يعني ايه؟ يعني ديكي. اما دلوقتي الفا اكبر من الصفر وبالتالي هي هتجرو بشكل اكسبوننشال. تمام. طيب بيقول لك ان سيجنالز او اوبريشنز اكس في تي بيساوي اكس تي ناقص تي دوت، طبعا وتي دوت اكبر من الصفر، يبقى معنى كده ان احنا بنعمل بوزيتيف شيفت ناحيه الاكس اكسس. ماشي. طيب لو كانت تي دوت اصغر من الصفر، يعني ده لو كان سالب، يبقى ده طبعا احنا كده بنعمل نيجاتيف شيفت ناحيه الاكس اكسس. طبعا ممكن ما يقولكش فكره البوزيتيف او النيجاتيف، هو ممكن يقولك يمين او شمال، اللي هو رايت شيفت او ليفت شيفت. طبعا الرايت احنا عارفين هو نفسه البوزيتيف، والليفت هو نفسه الايه، النيجاتيف، عشان انت بتقرب، يعني الليفت انت بتقرب من النيجاتيف، الرايت انت بتقرب اكتر من البوزيتيف، وهكذا. ماشي. فنكون فاهمين الفكره هنا، يعني عشان لو ايه، لو الصيغه اتغيرت. بيقول لك تايم ريفرس اوبريشن سيجنال اكس في تي، طبعا لو انت تعمل لها تايم ريفرس هتبقى اكس في سالب تي. السيستم از سيت تو بي ايه، لو الريسبونس ديبند اون فيوتشر انبوت، لو هو بيعتمد على الفيوتشر انبوت يبقى ده طبعا بيبقى النون كوزال. تمام. علشان الكوزال سيستم، امتى بقول على سيستم ان هو كوزال؟ لو الاوتبوت بيعتمد بس على البريزنت والباست، ما بيعتمدش على اي حاجه جايه من الفيوتشر، يبقى لو هو بيعتمد على الفيوتشر بيبقى ايه، نون كوزال. طيب بيقول لك given a continuous time system system is ايه، تعالى كده نشوف هل هو stable ولا لا. هو stable. ليه لا؟ زي ما احنا اتفقنا ما فيش اصلا متغير لوحده، مثلا في هنا input وفي هنا input، والاتنين احنا عارفين ان هو ايه، ان هو bounded، ان هو finite، يعني ان هو محدود، صح؟ وبالتالي ال output برضه هيبقى محدود. طب هل ده linear ولا non linear؟ والله يشوف كده، هل في تربيع، هل في تكعيب، هل في exponential، هل في log، هل اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه من الكلام ده هوت. طب هل احنا جمعنا او طرحنا من constant؟ لا برضو، وبالتالي هو linear. طيب التايم invariant، هل احنا هنا ضربنا في t؟ ما ضربناش في t. طب هل احنا هنا عملنا scaling لل t، مثلا ضربنا t في 2 t او 3 t؟ لا برضو، يبقى هو برضو هنا time invariant، يبقى طبعا all are correct. ماشي. رقم 26، طبعا الحاجات ده هي يعني فعلا ما تثبتهاش، لو انت اثبتها هتقعد فيها كتير، زي ما انا قلت استخدم الهنتس مش اكتر. 26 بيقول لك الـ A is important property of any LTI system، يبقى ده طبعا قبل ما نكمل هي عبارة عن impulse response، واتكلمنا عنها اكتر من مرة، اللي هو بتجرب الـ LTI system على الـ unit impulse signal وبتشوف استجابته، فبنسميها الـ impulse response، بحيث ان انت تعرف بعد كده لو جه اي input هتعرف اللي هو ايه، هتعرف مقداره قد ايه يعني. ماشي. طيب the value of y of n at n بيساوي صفر في ال LTI system with the following pair of signals، برضه نفس الكلام انت هتعملها بالماتريكس، هتلاقي ان هي في الاخر هتطلع معاك 9 يعني. رقم 28 بيقول لك in the A filter only frequencies in frequency band are passed، يعني بس اللي في الباند هيعدي. تمام. يبقى ده طبعا اللي هو الايه، الباند باس، يبقى الباند باس يعني انا هعدي اللي في الباند. طيب شوف كده، while in the A low frequencies are passed and high frequencies are attenuated، يعني هو بيقول لك اللي احنا attenuated يعني بيمنع، هو بيمنع ال high frequencies وبيعدي بس ال low frequency. يبقى ده كان مين؟ ده كان طبعا ال low pass filter. يبقى أول واحد هنا اللي هو اللي كان بيعدي اللي في الباند بس هو ده الباند باس، والتاني اللي هو اللي بيعدي اللو فريكونسيز بس واللي بيوقف أو اللي بيمنع الهاي فريكونسي اللي هو اللو باس، وبالتالي هيبقى الباند باس الأول وبعدين التاني هيبقى اللو باس. 29 بيقول لك based on the continuous Fourier transform properties، لو ال LTI system has an input signal وال input signal اللي هي حصل لها shifting، يبقى طبعا الناتج هيبقى كأنك ضربته في قيمة إيه، اللي هي ال complex exponential. ماشي. اللي هي دي يعني. طيب دي نقطة حلوة. خلينا نرجع على البروبرتيز كده بشكل سريع، اهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عنها حالا، اللي هو لما احنا عملنا تايم شيفت في السيجنال في التايم دومين، وبالتالي الناتج اللي انت ضربت الايه، ضربت الكومبلكس اكسبوننشال في الايه، الفيز. طيب ده كلام جميل جدا، يبقى هيبقى طبعا الاجابة الصح دي.
طبعا ده مجرد متغير، يعني اكس كابيتال اوف الاوميجا هنا موجود، واي كابيتال اوف الاوميجا مش فارق، يعني هو كيكا هو بيعبر عن الفيز، يعني نفس الحاجة مش فارق. رقم 30 بيقول لك ال discrete time for the transform of the signal x في ال n بيساوي unit impulse لل n is كام. طبعا انت اللي انت هتعمله هنا، اللي انت هتعمل ايه، انت هتحلها صح. طيب خلينا نحلها كده نشوف ده شغال ولا لا. لا مش شغال. طيب نشغله. اعتقد ان هو كده اشتغل، هو كده اشتغل بالفعل. يلا ده كان المسألة اللي فاتت. دلوقتي هو بيقول لك ايه، خلينا نرجع كده نشوف المسألة تاني، نبص لها تاني كده. بيقول لك عايز discrete time Fourier transform للسيجنال دي، يبقى هو دلوقتي طالب ايه، discrete time Fourier transform للسيجنال اللي هي بتقول لك x في ال n بيساوي دلتا n. ماشي طيب شوف كده. يلا طبعا دي برضو احنا كنا حليناها واحدة زيها في الايه المحاضرة. يبقى هنا احنا هنعمل ايه، اول حاجة لما بيجي لك اي اسئلة من الاسئلة دهيت انت بتعمل ايه، انت بتكتب القانون. يبقى اكس كابيتال اوف الاوميجا بيساوي سمشن سالب ما لا نهاية لما لا نهاية صح كده، و اكس اوف ال ان تمام كده في اي اس سالب جي اوميجا ان تمام. حلو. هو بيقول لك طبعا اللي هو ايه، ان الفانكشن اللي عندك بتساوي الدلتا ان اللي هي اليونت امبولس سيجنال. سؤال، اليونت امبولس سيجنال كان ليها قيمة امتى؟ بيبقى ليها قيمة عند ال n بتساوي كام؟ عند ال n بتساوي صفر، اللي هو عند الوقت عند اللي هي t يعني بتساوي صفر. بس طبعا احنا هنا مش هنقول t عشان احنا هنا في ال discrete time، وبالتالي احنا هنقول ان ال n بقى هي اللي بتساوي صفر. ماشي، وبالتالي احنا ممكن نعمل ايه، احنا ممكن زي ما احنا اتفقنا نعوض بان بتساوي صفر. لو احنا عوضنا بان بتساوي صفر، لاحظ ان ده خلاص طبعا هيبقى كله، يعني ساعتها انت هتقول ايه، هتقول ان دلتا ان يبقى دلتا صفر بقى، القيمة دي كلها هتبقى بواحد اصلا تمام، وانت هتعوض هنا برضو بالان بصفر. طيب وبالتالي طبعا ده كله هيبقى بصفر، اللي هو سالب جي في اوميجا في صفر، فهو كل الكلام ده هو هيبقى بصفر. ايه اس صفر، اي حاجة اس صفر بكام، بواحد، يبقى دي هتنزل ايه، هتنزل بواحد، واحد في واحد بواحد تمام. يعني يبقى طبعا بسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة، وبرضه بتعتمد على نفس الفكرة بتاعت اليونت امبول سيجنال مش اكتر. يبقى الناتج هنا هيبقى واحد. given the rectangular formula of the discrete time Fourier transform بيقول لك ايه، ان الفيز طبعا احنا ممكن نحسبها ب 10 minus 1 الجزء الايماجينري على الجزء الريال تمام. دي كانت من القوانين اللي احنا المفروض نحفظها هنا. ماشي، الفورير ترانسفورم للاكس تي، المسألة دي يعني من المسائل الطويلة شوية، لو انت لقيت حاجة زي كده سيبها للآخر يعني عشان تتأكد ان هو في وقت. ولكن دي على فكرة احنا كنا حليناها في مسألة قبل كده في نفس اللكتشر برضو لو حد كان فاكر. يعني بص كده، هنا كنا حلينا واحدة زيها بالظبط تمام، اللي هي دي. ماشي، حتى احنا كنا عوضنا، فضلنا نعوض هنا، وبعدين كنا قلنا ان هو هنا ايه وهنا ايه، فانت اللي انت هتعمله اللي انت هتجمعهم. انا كنت قلت الكلام ده اهوت، وبعدين هتاخد عامل مشترك، وبعدين هتبدأ اللي انت تعمل تكامل. وزي ما انا كنت قلت ساعتها برضو اللي انت طبعا بتعمل تكامل محدود من صفر لما لا نهاية، وزي ما انا كنت قلت برضو ان صفر لما لا نهاية التكامل المحدود دوت ده بنسميه improper integration، improper integration. وبالتالي القيمة الأولى بتبقى صفر والتانية بتبقى واحد، وبالتالي الناتج بتاعنا كان طلع كده برضو نفس الفكرة، يعني هنا برضو واحد على نفس القيمة. ارجع بقى للمسألة اللي احنا حلناها مع بعض في المحاضرة، هي كانت طويلة شوية، وهتلاقي ان احنا حلناها بنفس الطريقة يعني تمام. تقريبا احنا كنا حليناها بس باللي هي على الديسكريت تايم، بس هي اصلا مش فارقة، هي نفس كل حاجة اصلا. ماشي طيب. بس طبعا احنا مش عارفين نشوف الباقي هنا، ودول اصلا مش علينا، فاحنا كده خلاص ايه خلصنا. طيب هل البلاي ليست هتقف لغاية هنا؟ والله انا ما اعرفش الصراحة، يعني ممكن ان انا انزل مثلا جزء السان فاوندري، بس ده لو في وقت، عشان طبعا لسه برضو المفروض اسجل السكاشن. فانا هشوف، ولكن خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، اللي هو لو حد عايز يزود اكتر يعني، فهو ممكن ايه يراجع من سان فاوندري تمام. معظم الأسئلة على فكرة دهيت، أو يعني نسبة منها يعني جاية من سان فاوندري، وبالتالي خلينا إيه اللي يخلص واللي يوصل لهنا ممكن يرجع على سان فاوندري بقى ولا حاجة.
وإن شاء الله لو في وقت هبدأ ممكن أشرح جزء منها كده ولا حاجة.